عادل، نحن اليوم موجودين قدام فصيلة جديدة من بعد كل المعطيات والمعلومات اللي نشرتها الام تي في حول احدى الجمعيات يلي في تحقيق مطول لدى قاضي الاحداث بجبل لبنان، له علاقة باعتداءات، له علاقة بتحرشات معينة، وله علاقة بملفات، له علاقة بالاحداث. نحن اكيد اليوم ما رح نكشف حاليا عن اسم الجمعية طبعا، ولكن في توقيف لراهبتين هن مسؤولين اثنيناتهم بالجمعية، تم توقيفهم. قبل ما اكشف المعطيات اللي انا عندي اياها عادل، رح نحكي مع محامي الجمعية استاذ ميشيل حنوش. استاذ ميشيل، اللي عم كنت عم تقلي القضية فيها ظلم، صح؟ في اكثر من ظلم، مش بس ظلم. نحن كيف بيصدر قرار نحن ما معنا خبره، ما حدا استمع لنا، ما حدا سألنا، ما حدا قالنا شيء. نحن نفاجأ بدورية تحري مسلحة مع اثنين من مدوبات الأحداث جايين نفذوا عنا قرار نحن ما معنا خبره. نعم. ما حدا سمع لنا ولا حدا قالنا شيء. اسمح لي بس، لأني أنا سفير للاتحاد لحماية الأحداث، بسمح لنفسي أني أكشف بعض من المعطيات طبعا مع احترام القوانين والقضاء. لا. حضرتك بتعرف انه هيدا الملف صار له سنة عم بيتم التحقيق فيه ولا لا؟ حضرتك عندك معلومات انه مندوبات الاتحاد لحماية الاحداث استمعوا لكل الاطفال القصار، ايه ولا لا؟ حضرتك عندك علم انه بالملف في اعترافات لاطفال حول ممارسات وامور معينة ما رح اسمح لنفسي اكشفها الليلة على الهواء، احتراما عن جد للجمعية، واحتراما للرهبنة، واحتراما للكنيسة. وانا رح زيد عندك التحقيق اللي صار ب9/6/2019 كان مسهب عدمي عشرات الصفحات، انتهى بقرار حفظ لأنه كل الموضوع من حفظ القرار؟ لا، عم أقول مين اللي حفظه؟ مدعي عام الاستئنافي ببعبدة، يعني القاضي غادعون. ولكن الموضوع وهذا الملف اللي عم بيقوم التحقيق فيه هي قاضية الأحداث في جبل لبنان اللي هي صاحبة الاختصاص. نحن ما عندنا مشكلة بالنسبة للأحداث، نحن ما عندنا مشكلة، بس طلب منا تسليمهم، اجوا اليوم قالوا بدهم يستلموا، سلمنا. نحن المشكلة عندنا طالعة بثلاث نقاط تماما. بس قبل ما تقلي سلمنا، سلمتوا ثلاث أولاد، هناك ولدين مختفيين لغاية هذه اللحظة. لا. بالجمعية، اسمح لي. وصار في مداهمة، مش موجودين، صار في مداهمة على الجمعية منذ بعض الوقت، والولدين منهم موجودين بالجمعية علما انه القضاء مسلمهم للجمعية بقرار قضائي. وينهم هؤلاء الولدين؟ الولدين موجودين بالدير وموجودين، نحن أوصياء عليهم، ومعنا قرار كنسي صادر عن المحكمة الكنسية المختصة. استاذ ميشيل، حضرتك محامي، اللي هي الوحيدة اللي لها حق تكون وصي. بس استاذ ميشيل، حضرتك محامي. نعم. القرار القضائي وصلاحية قاضي الأحداث تعلو فوق أي قرار. لا يمكن للكنيسة إنه هي تقرر أولاد مسلمة إياها القضاء وين بدون ينحطوا، مع مين بدون ينحطوا. هذه أبداً مخالفة كبيرة للقضاء. أبداً اليوم أبداً. خليني استاذ ميشيل، استاذ ميشيل، من قضاء العدل على قضاء الروحي. استاذ ميشيل، القضاء الروحي تحت القضاء العدلي، واسمح لي اقول لك، سيدنا البطرك اللي اذا حابب تستشف الحقيقة استشف الحقيقة من سيدنا البطرك. سيدنا البطرك المعطيات كلها عنده، سيدنا البطرك ما بيقبل باللي صاير. وانا اسمح لي اقول هذا الشيء على الهواء. بالنسبة للاحداث نحن بنعرف أن الحدث هو بتصرف القضاء الأحداث، مشان هيك بس قالوا لنا سلموا، سلمنا. بس نحن المشكلة بيننا وبينهم على النوفوني، على الأولاد. النوفوني وضعهم أخطر بكتير من أطفال أو الأحداث. حضرتك أدعوك كبي وأدعوك كمواطن لبناني، اطلع على التحقيقات، اطلع على خليني اقول لك، لحظه رح يسمحوا لك. حضرتك محامي، بس اسمح لي. بعد ما نفذ استاذ ميشيل، استاذ ميشيل، انا عندي حق، هناك قانون ننفذ بعدين بنعترض. انا اتمنى استاذ ميشيل، انا اتمنى منك تطلع على التحقيقات. في مندوبات للاتحاد لحماية الأحداث عاملين تحقيقات، مستمعين لكل الأطفال، وحضرتكم بتعرفوا. اسمح لي، صار في تدخلات سياسية، وأتمنى أنه ما أضطر سمي على هوا الام تي في مين الوزير اللي تدخل ومكتب أي وزير، وأي تدخل من أي تكتل صار ومن أي حزب صار في تدخل، ومن بدأ أن يجري الاتصالات. نحن أستاذ ميشيل بدنا نحتكم للقانون. نحن اليوم معكم مش ضدكم. في ولدين
في ولدين رضع مش مبينين لغاية هذه اللحظة بناء على اختفاء الولدين أو صياء عليهم، مش يعني بتخفون، بناء لتحقيقات وعدم وجود الطفلين تم توقيف الراهبتين. ما حدا هين الراهبات، لأن هلأ عمين أبداً أبداً رفضوا، ما حدا ضربوا. استاذ ميشيل، استاذ ميشيل بس اسمعني شي لحظة لحظة يا استاذي، لما بتتمنع راهبتين من تنفيذ قرار قضائي لا يجوز. يا استاذ ميشيل اسمح لي إذا بتريد اسمح لي، اليوم لما ما بدكم تسلموا ولدين كانوا موجودين من أسبوع أو من 10 أيام، بطلوا بالجمعية، شغلة القضاء يعمل تحقيقاته ويوقف الأشخاص المسؤولين عن الجمعية بهيدي اللحظة. هلأ في حال تم تسليم، أنا مني قاضي بس أنا عم 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 بعطي مثل بعادة شو بيصير، هؤلاء الولدين إذا تسلموا للقضاء أكيد بيطلقوا صراحة. إذا ما بنسلم إلا إذا الكنيسة عافتنا من الوصاية. يا أستاذ ميشيل الكنيسة لا يمكن أن تغطي بعض الممارسات اللي حكيوا عنا الأطفال بالتحقيقات، حكيوا عنا الأطفال، حكيوا عنا خلي كل التحقيقات اللي صارت في هيدا الطفل، ممكن توح عليه، ممكن تميله، ممكن تقله اللي بدك إيه، وممكن تكتبه اللي بدك إيه. ليش بحضور مين كان؟ بحضور مندوبة الاتحاد لحماية الأحداث لبل مندوبتين. اسمح لي اسمح لي إذا كله. بتريد ما بسمح لك، أنا سفيره للاتحاد ما بينشك فيه الاتحاد. إذا بتريد استاذ ميشيل، المندوبتين اسمح لي، المندوبتين من اتحاد حماية الأحداث بإشراف القضاء المختص وحسب القوانين المرعية الإجراء عملوا تحقيقات متواصلة لشهر واثنين وثلاثة وعشر شهور. هيدا الملف مش فجأة اليوم وعينا من النوم وصار يلي صار، هيدا ملف قضائي طويل ومتشعب. أنا أتمنى منك حضرتك كمحامي، ما ليه بده ما بيسألوا حدا، بيعمل قضاء شغله. هلأ حضرتك في طفلين استاذ ميشيل، ما فيك تصدر قرار بحق شخص لم يتم سماعه، ما لك حق. هيدا متظلم. مين ما تم استماع له؟ ما تم استماع، يسمعوا للإدارة، يسمعوا للرهبات، يسمعوا اللي عم بيصير. هيك بيصدر قرار ما بنعرف عنه شيء، ما بنتبلغ عنه شيء. وليش وعلى أي أساس انحفظ الملف؟ قلت لي انحفظ بالنيابة العامة. الملف التحقيق يلي صار بشهر 6/2019 انحفظ. مين عمل التحقيق؟ مخفر جديد، مخفر انطليس. كيف بيعمل؟ كيف؟ أكيد بإشارة قضاء. ولكن ما بتعرف حضرتك كمحامي القضايا اللي علاقة بالأحداث، قاضية الأحداث هي اللي بتعمل هيدي التحقيقات بإشراف مندوبات الأحداث اللي بيروحوا بيعملوا التحقيق، وليست القوى الأمنية. القوى الأمنية نفذت إشارة قضائية وطبقت طبقت اللي إجاها، ولكن هذا الأمر غير ليس قانوني. لحظة، التحقيق اللي صار بشهر 6 صار بطلب مباشر وحضور مباشر من قاضي الأحداث اللي إجا على مخفر انطليس، وهو طلب فتح التحقيق. عظيم. وهو اللي إجا وهو كان مشرف على. عظيم. إذا قاضية الأحداث هي اللي أجرت التحقيق، نعم، من حفظ الملف؟ مين اللي حفظه؟ المدعي عام جبل لبنان. ليش مش قاضية الأحداث بتحفظ الملف إذا هي اللي عملت التحقيق؟ فإذا لأنه هي اللي أشرفت على التحقيق، هي اللي بتطلع قرار القرار للنيابة العامة. بس النيابة ولكن ما حصل اليوم والتوقيفات اللي صارت والمداهمة اللي صارت بقرار وإشراف النيابة العامة في جبل لبنان. لا، بإشراف النيابة العامة التمييزية والنائب العام في جبل لبنان. لا لا، بأكد لك. لا استاذ، القاضية نازك الخطيب هي من يشرف على هذا الملف، اضطريت أعطيك اسم. يا استاذ جو، نحن سألنا دورية التحري اللي طلعت بإشراف. اسمح لي، أنا كرمالك وكرمال الجمعية، ما حدا شيل إيده أستاذي. استاذ ميشيل، كرمالك وكرمال الجمعية، بس لحظة، واحتراما مني للكنيسة ولهالجمعية، اسمح لي، ما بدنا يعني هيدا الكلام على الهواء بضر أكتر بالجمعية. طلعوا على الملف، شوفوا شو صاير بالتحقيق، حكوا مع المندوبات، حكوا مع قاضية الأحداث، تحطكم بكل الأجواء، حقك كوكيل، ومن بعدها بتطلع على الإعلام وبتدافع عن الجمعية. اسمح لي، أنا لا غيرتي لا على هيدي الجمعية، اسمح لي عن جد، هي ولا غيرها. وأتمنى منكم مراجعة سيدنا البطرك الراعي، صار معه كل التفاصيل، صار معه كل الملفات. استاذ ميشيل، استاذ ميشيل، وراجعنا للعيب انه نحن حكم بيصدر معنا ما معنا خبره، يقول لك بلغونا اياه. يا استاذ ميشيل، هو ليس حكم، هو تنفيذ قرار، تنفيذ قرار عال. وين الطفلين اللي مختفيين لهاللحظه؟ موجودين ونحن اوصي عليهم ومستعد مش بس نتوقف نحبسهم. ما استاذ ميشيل، انا بدي اشكرك، شكرا لك. خليني اقول للمشاهدين، ما بقى عندي وقت، بدي اسلم الهواء، بدي اسلم هواء. نحن قلنا تم التوقيف لانه نحن منقول معلي. إذا بتريد استاذي، شكرا لكم، فيكم في عندكم حق الرد ساعة البتكون. مشاهدينا الكرام، للخص سريعا هيدا الملف قبل ما نختم، هناك ملف
قضائي بحسب القوانين بتحقيقات أجريت إلى علاقة بأحداث بينحكى عن تعرضات معينة وعن اعتداءات معينة، القضاء أجرى تحقيقه، قاضية الأحداث بجبل لبنان عملت تحقيقاتها، مدعي عام التمييز عم يطلع ومشرف على هذا الملف القاضي عويدات، وأيضا النيابة العامة بجبل لبنان هي اللي أعطت الإشارات. في عنا ولدين لغاية هذه اللحظة مش مبينين، بس يتم تسليمهم بيطلق أكيد بحسب القانون سراح الراهبتين. هيدا الملف بلشنا فيه على الام تي في وأكيد رح نتابعه. أنا بشكر كل المشاهدين اللي عم يتابعونا، فيكم تابعوا كمان مزيد من المعلومات عبر موقع الام تي في. برجع لألك عادل، شكرا.